بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله معانا مع المحاضرة السادسة للتصميم الإنشائي بالسيف والإيتاب والأوتوكاد. كنا المحاضرة اللي فاتت خلصنا المنشأ البسيط دوت اللي كان عبارة عن مبنى دور أرضي، وخلصنا التسليح بتاعه والمساقط الإنشائية بتاعته كلها، مساقط الأعمدة ومساقط الفاونديشن الفوتينج والمسقط بتاع الجريد بيم وتسليحها وقطعاتها، والمسقط بتاع السقف والبلاطات السوليد بتاعته وتسليحها ونماذج الكمرات، وحطينا الجداول بتاعت النماذج وقطعات الأعمدة والايه التفاصيل اللي هي التيبيكال ديتيلز بتاعت الايه المشروع. طيب احنا النهارده ان شاء الله زي ما قلتكم المره اللي فاتت في المحاضره الخامسه ان احنا هنبتدي ايه منشأ بقى اكبر شويه. هنبتدي النهارده عندنا فيلا كده صغيره عباره عن دور ارضي واول وملحق ايه صغير. الملحق ده عباره بس عن ايه سطح البيت الدرج او البلاطه الكفر بتاعت السلم او الشخشيخه زي ما بيسموها في بعض الدول بالذات في مصر. وعندنا الواجهات اهي المعماري بعتها لنا الاربع واجهات هم، وعندنا سيكشن في الايه في الفيلا دهيت يبين لنا الايه الارتفاعات. طيب هنبتدي بقى كده الاول ايه نشوف الدور الارضي عباره عن هنا ايه دي فاميلي سيتنج وده سلم وده مين سيتنج يعني جلسه رجال بالخدمات بتاعتها مطبخ ومغاسل وتواليت، وهنا وومن سيتنج مجلس نساء، وهنا برضو الايه التواليت والمغاسل بتاعته، وهنا الصاله المفتوحه دي فاميلي سيتنج دي جلسه عائليه هنا تحت، وفي هنا اوبن فوق في الدور اللي فوق، وده السلم بيطلع من هنا كده وبيلف كده اهو وبيطلع الدور اللي فوق، ودي ايه فاميلي سيتنج كده، وطبعا دي الابواب بتاعت المدخل بتاع المجالس من هنا ومن هنا. تمام. طبعا هو هنا بيجي يخش من هنا كده وبيخش ايه من تحت السلم من هنا، وهنا دي برضو في مدخل من هنا. الحته دي كانت عباره عن ايه حته حاجه كده ايه فيها ايه مسبح هنا في المنطقه دي، بس انا ايه شلته عشان نسهل الامور شويه. الدور الاول بقى الفيرست فلور عباره عن ايه النوم بقى، دي طبعا تراس كبير هنا وده تراس كبير، وهنا ده الفويد اللي هي نازله لتحت اللي الفتحه دي او زي مسقط كده او منور، وطبعا السلم هنا طلعنا لفوق اهو طلعنا لفوق. في هنا غرفه نوم كبيره بالحمام بتاعها، وهنا غرفه نوم كبيره بالحمام ايه بتاعها، وده برضو ايه فاميلي سيتنج في المنطقه دي كده اهي الكراسي اهي والحاجه باينه. ونطلع بقى الملحق بعد كده هنلاقي بس سقف بيت الايه الدرج او سقف السلم وخلاص، والملحق ايه السطح الفاضي ما فيهوش اي خدمات او مباني فوق او حاجه، وادي السكشن ايه بتاعنا. طيب نبتدي بقى ايه زي ما احنا عارفين ان احنا نبتدي نحط الايه السيستم بتاع المبنى. اجيب بس اللايرز بتاعت الكمرات الانشائي والخطوط بتاعت التسليح، وضع التسليح من ايه من ملف كده من الملفات القدام عندي. بدل ما اقعد اعمل لايرز جديده وكده اجيب لايرز ايه من الملفات القديمه بتاعتي. اخد بس هنا ده كان السلاب اون جريد وده سقف الدور الاول، اخد بس حاجه زي كده كوبي وسبيس بوينت، دي الحاجات دي كلها هحتاجها هناك، واخد ده كده واشوف لو احتجت يمكن دول بتوع السلم. تمام. اخدهم ايه اسقطهم في الملف التاني. طبعا الحاجات دي بتبقى تقيلة بتاخد وقت شوية، انا هقفل ايه وارجع لكم تاني. اجي واخد الحاجات دي كده اقول لها اعمل لها ايه بيست في الاوتوكاد هنا عندي عشان ايه انقل الحاجة دي ايه بدل ما اقعد اعمل لايرز جديده، او ممكن لو انتوا عايزين تعملوا لايرز جديده دي حاجه ترجع لكم يعني، دي حاجات هتنفعني في الايه في الملف ده. اخد بقى كده ده كده الفايل ده كده
ابتدي الاول اعمل ايه السيستم بتاع الجريد بيمز، تمام، اشيل بقى الحاجات المعماريه دي اللي ملهاش لازمه، القطاع والحاجات دهيت كل ده انا مش محتاجه كانشائي، وده وده وهنا طبعا الاسم بتاع المسقط ده اغيره edit، اقول له هنا جريد كابيتال جريد بيمز كان، تمام. برضه ممكن ايه اخد استرتش كده للحاجات دي ادخلها هنا كده واقربها شويه، امسح اي حاجه انا مش محتاجها كانت جايه لي من المعماري خلاص مهمتها انتهت. اظبط الرسم بتاعي، طيب اطفي بقى الحاجات اللي انا مش محتاجها وابتدي اعمل الايه السيستم الايه الانشائي. نيجي بس كده نشوف المهندس المعماري هو بعت لنا الاعمده بالشكل ده هوت، وطبعا محتاج هنا العمدان بارزه على الحيطان بيشتغل بيها في الواجهات، عايز البروزات في العمدان دي يعمل بيها اشكال، تمام. فحاطط هو الاعمده بالمنظر ده مقبوله الى حد ما، بس طبعا انا كانشائي زي ما احنا قلنا في المره اللي فاتت بقى ما نجيش نيجي ايه في حته صاله مفتوحه زي دي واجي احط له عمود في النص او احط له عمود هنا، لا احترم الايه وخصوصا ان ابعاد الاعمده هنا ايه 6 متر 6 في 6 مقبوله الى حد ما يعني، تمام. طيب الاحظ بس السلم ده ملهوش شيله يعني في الهواء كده، طبعا ده هنا البتاع بتاع المصعد الكور بتاع المصعد، فانا محتاج ان انا احط عمود هنا واحط عمود هنا عشان اوقف الايه الشغل ده عليه، واحط برضو عمود هنا وعمود ايه هنا. طيب اخد ده كده احطه هنا موف، احطه في الزاويه هنا وايه واعمل له كده ستريتش عشان اخده لعد الحيطه، وبعد كده وانا بدرس باكلينج اشوفه ايه محتاج قد ايه. ده الطول ده 40 ازوده شويه واخد ستريتش كده واقول له ايه امشي لي كده 200، انا بفترض ابعاد العمدان مثلا ده هيبقى 60، اجيب كده تخانات الخطوط من هنا الليرز بتاعت العمدان تقيله كويس، واجي واخد ده برضو كده ايه معايا الناحيه التانيه هنا واخد ده هنا، تمام. طبعا ده كبير شويه انا ممكن افترضه ايه من خبره بقى ايه 50، ارجع كده 100 تمام، واجي واخد ده كده اخده الناحية التانية. انا طبعا العمدان المعماري زي ما قلنا لما بيكون محترف بيبعت لنا بالعمدان، وانا طبعا بيبقى ليا رأي في العمدان دي يعني، انا شايف ان الحتة دي صعبة ان هي تتشال كده بواسطة الكور ده، بس هتبقى صعبة يعني إيه ان انا اطلع ده كوابيل وبتاع يعني عملية مؤلمة شوية كويس. فانا زودت الايه الاعمدة دي، هطفي بقى الحاجات الايه المعماري اللي ملهاش لازمة دي اطفيها، وبرضه اطفي الابعاد الداخليه دي الانر دايمنشن بتاعته، تمام. ودي برضه الفورنيتشر كل الحاجات الايه المعماري دي ما اخلص منها، وده برضه هتلاقيه عامل له كوب المعماري دايما بايه بيعمل لكل حاجه لير عنده، ده برضه اطفيه. يبقى كده الرسم تقريبا شبه سالك، اخد ده كده موف وارجع افتح اللايرز كلها تاني، وبرضو تشتغلوا بالطريقة اللي تريحكم.
في حاجة مش مظبوطة، هو هنا طاير الوولز الخارجية دي كلها. يبقى في ليرز احنا طفيناها ملهاش لازمة. اندو اندو اندو. ليه الوول دي؟ ماشي، اخلي دي مفتوحة مفيش مشكلة، عشان هي ما يطيرليش الوول الخارجية دي. تمام، واخد ده كده موف، واجي فاتح اللايرز كلها، سيلكت اول، افتح اللايرز هنا، واجي دلت الحاجات بتاعت المعماري، ارجع مكاني بقى ايه هنا فوق كده، ابتدي بقى ايه اطير كل الحاجات اللي ملهاش لازمة دي كده. طير كل ده كده، لا ده اكس، معماري لو عامل له كل حاجة لير بيريحنا، لو في لير بقى متداخلة مع الحيطان وكده فبتبقى العملية ايه صعبة شوية. خلاص بسيطة الموضوع مفيش مشكلة. عفوا. طيب كده ايه، تمام. دي البديل بتاع السلم من هنا، طبعا ده بيبان منقط من هنا. طيب ابتدي بقى ايه احط السيستم بتاع الميت، زي ما احنا اتفقنا في المثال اللي فات ان احنا بنحط الميت تحت الايه الحيطان، وعرضها بيبقى عرض الايه الحيطان، ما لم ان الاستراكشر اناليسيس احتاج قطاع ايه عرض اكبر او حاجة زي كده يعني. تمام. هاجي هنا كده، انا عندي العرض بتاع الحيطة هنا كام، طبعا ده هو عامله جلاس وول هنا مفيش مشكلة. اجي بقى اللايرز بتاعت البيمز هنا اللي انا جايبها من هناك، واعمل ماتش بروبارتس كده، واحط الايه ده وده كده، واجي ماسح ده. طبعا الاكس هنا جه معايا، انا ممكن طبعا امسك الاكسات اطفيها او اخليها ايه ما تعدلش كده. يبقى انا حطيت الايه اول ميدة اهي، اشيل دول. تمام. طيب انا برضو اللايرز دي بتاعت الهاتش بتاعت الوول ممكن ايه اطفيها، اطير ده كده وده وده، واخد ده كده ستريتش، احط ده كده اهو. تمام، وطبعا المعماري زي ما قلت لكم كان بعت لنا هنا العمدان دي، هو عايزها بروزات في الواجهات وجوه 40 في 40، نقبلها مفيش اي مشكلة خالص، احنا بس ايه زودنا بعض الاعمدة هنا بتاعتنا اللي تدعم الايه السيستم. ممكن برضه اخد ليرز العمدان دي اديها للوول دي هنا. تمام، طيب امسح ده كده، ببدأ برضه ايه اطيره مفيش مشكلة، ودول برضه ملهمش لازمة هنا، هحتاج ده بس اسيبه واطير كل الباقي ده، اخد ده كده لغاية نهايته اللي هو الايه البادي بتاع السلم.
طير بقى كل الحاجات اللي ملهاش لازمة دي. تمام، برضو هنا اجي اعمل ميدا. وهنا امسك الباكلينج بتاع الاعمده ده، انا عندي هنا كده، واجي واخد ايه اوف سيت 200 عرض من ده كده، ونفس الكلام هنا. او ممكن اخدها ادي الاول ماتش بروبرتيز لده كده، واخد ده كوبي من هنا احطه هنا. تمام، امسك دول كده اطيرهم، واخد ده كده ستريتش، اخد الميدا بتاعتي كده. هنا في مشكلة في دول اكسبلود، دول الليرز بتاعتهم مختلفة. اخد الليرز بتاعت الاعمدة دي الكولوم، واحط ده كده هنا. تمام، وادي ده ماتش بروبرتيز لده اهو. ممكن اخلي الليرز هنا الاستراكشر كولوم دي، عشان لما اجي ارسم استراكشر بيمز هي الايه الفعالة، عشان لو جيت رسمت حاجة تبقى الايه تبع بالليرز على طول، ما اقعدش اعمل ماتش بروبرتيز. تمام، اخد دول بقى كده امسحهم برضو، طير دول، نفس الكلام هنا. وانا ماشي بقى كده ايه انضف الرسمة بتاعتي. طير دول واخد ده كده ستريتش. طبعا ده ايه كام درجة سلم كده المعماري ايه محتاجهم. ده وش الرخام بشيله، واخلي الايه القايم والنايم بتاعت الدرجة الخرسانة. وامسك ده كده برضو، وانا شغال بقى كده احط السيستم ايه بتاعي. اخد ده كده طيره، طير دول ودول ودي، وهكذا بقى كده وانا ايه وانا ماشي. مثلا كده ودول، عمال ادي خصائص اللاير بتاعت الستراكشر بيمز للحاجات اللي انا ايه هشتغل بيها. اخد ده بقى كده امسحه. تمام، زي ما قلت لكم انا بشرح لكم بالتفصيل، ما انا شخصيا ما بزهقش من الشرح، يعني انا عايز المعلومة توصل لأبسط الناس والمهندسين الجداد والشبان. تمام، امد الميد دي بقى كده، كل شغلي اظبطه. انضف الخطوط بتاعتي زي ما انا عايز، واجي ساحب ده كده بدراكس جريبس، اسحب ده كده، ده حاجة كده شبه أمر ستريتش في الأوتوكاد. ممكن أسحب ده كده برضو أدلت ده، أخش أدلت دريت دول هنا، وأجي ساحب ده كده ستريتش. برضو ده كده تمام. ده وش الدرجة الرخام أشيله، خلي العظم بتاعي بس الايه بس دي سلم بسيطه كده ايه في على الارض، بيبقى ليها تفصيله معينه هوريها لكم في التفاصيل. طيب انا عندي هنا حيطه وعندي هنا حيطه اللي بتاعت المجالس، اجي واخد ده كده ستريتش. طبعا عرض الميد احنا قلنا ما بيقلش عن 20 سم، لان 15 و10 والحاجات دي ما بتبقاش عمليه وما بعرفش اصبها. اطير ده برضو كده واخد ده ستريتش.
كده اربط الميت بتاعتي، اخد بقى كده الليرز دي تمام، واحط هنا برضو وهنا على اول خطين اللي هم حدود الميدة عفوا. ومد ده كده تمام. طبعا المنطقة دي عندي فاضية، فانا يسمح لي ان انا ايه اخد هنا كده كده اوفست 100 و100 ميدة عمودية على العمود دهوت كده، عشان اقلل الباكلينج بتاع العمود في الاتجاه ده. تمام، واخد دول برضو كده امسحهم. ومد دول كده. تمام. هنا بقى تحت الخدمات دي انا عندي هنا عرض الحيطة كام؟ 20. كويس، اجي واخد ايه دي كلها ميدة، امد دي كده ودي كده. هنا انا عندي هنا ده تواليت، وده اكيوبمنت روم، غرفة معدات او بيشونوا فيها حاجات، ادوات نظافة اي حاجة. اجي واخد ده كده وش الحمام، واخد ده ايه اوفست 200، اودي هنا. اما قلنا الميدة ايه ما تقلش عن 20 سنتي، ونفس الكلام برضو هنا ممكن امسح ده كده واخد ايه اوفست 200. يبقى انا عملت السكندري بيمز هنا، هنا ال200 دول متشالين على دي، ودي محملة على ده وعلى ده. ممكن برضو اخد دي امدها هنا عشان ايه امسك العمود ده في الباكلينج، ولو ان انا ما عنديش حيطة هنا في الدور الارضي، بس ما فيش اي مشكلة خالص. سيبلوت اندو، هو كان اصلا ايوه، انا بس عايز ادي ليرز الاعمده هنا العمود ده برضو، عشان يبقى الاعمده كل الليرز بتاعها واحد. ده كده الشغل الصح تمام. يبقى انا العمود ده عندي ممسوك كده. طبعا الميديا دي بتبقى تحت البلاطه الارضيه ما بتبانش، والسلاب اونجريد بتيجي تقف هنا وتقف هنا. طيب نفس الكلام برضو هنا، اخد دي كده واخد ده امده للاخر، وده امده للاخر كده، واطير دول. واخد ده كده من العمود ده، انا بحط السيستم اهو، برسم كأن انا اللي قاعد بشتغل زي ما قلت لكم قبل كده. انا بحب اشرح بالراحة وبهدوء عشان المعلومة توصل يعني. طيب انا عندي هنا الحمام فين؟ ده التواليت وده الشاور. ماشي، هاخد دول كده واجي رامي الاوفست لبره كده وكده. دايما اخلي ايه وش حتة الحمام اعمل اوفست منها، اخلي الحمام نظيف عشان لو في سقوط ولا حاجة الميديا دي لما تيجي تمد هنا ما تعكسهوش. يبقى خليه دايما وش الحيطة النظيف بتاع الحمام ارمي لبره الميدة ال20. تمام، بس خلاص خلصنا، امسح دي بس كده. احنا ايه حطينا السيستم بتاع المنطقة دي. بصت على حاجة غلط، اقول له ماتش بروبرتيز تمام. يتبقى لي المنطقة دي، اطير بس الحاجة اللي في الكور دي اللي ملهاش لازمة، واعمل كده ايه علامة الكروس بتاع الكور ان دي فاتحة يعني. ممكن برضه اخد ليرز بتاعها زي الهاتش، ممكن اديها لون كده تاني ما
اجنده ولا حاجه. طيب دلوقتي ممكن اخد ده كده وهقول لكم ليه اوفست 200 اهو، عشان اشيل الايه الميده بتاعت السلم دي. اخد ده كده احمل الميده دي هنا واحمل ايه، يبقى ده الميده بتاعت اللي عليها بادي السلم اتحملت هنا واتحملت على الميده دي. تمام. ممكن برضو الكور ده اخده اربطه كده رباط، بس جاست رباط ليه، واربطه كده مع السيستم اوفست 200 وهنا 200. تمام، وده برضو عشان امسك العمود ده من الباكلينج، جاي كده معلم على ده كده واجي ايه اخده هنا عشان املع الباكلينج بتاع العمود ده كده، اقلل الباكلينج لينس بتاع اوت اوف بلان. طيب ممكن ايه تاني، إيه اخد دي كده كوبي هنا، كل دي ميت بقى انا بحطها بس كده ايه مجرد ان انا بمسك السيستم مع بعضه، لكن الميت دي ما تحتاجش حيطان يعني. تمام. واجي واخد ده كده هنا وارجع بده كده واخد بقى كده ايه علامة للبادي بتاع السلم السيخ كده، اخلي ده سوليد كده ميرور على النص، وابتدي ايه امشي كده كده عشان ابقى انا عارف ايه ان ده بادي السلم، وممكن بدي كده للنجار هنا مقاس عشان هيبقى عارف هيزرع الاشاره دي لغايه فين. باخد البعد ده اظبطه كده بس اصغر الكتابه بتاعته عشان كبيره شويه. تكست هايت 150 عشان ما يبقاش بعد كبير، وممكن هنا برضو عشان النجار يبقى عارف هو بيشتغل ازاي اديله البعد ده واديله البعد ده واديله الايه البعد ده عشان النجار هو بيعمل المية دي يبقى عارف هو شغال ازاي، يجيب مقاساتها منين، ما يرجعش يقعد يقيس من اللوح المعماري، يبقى عارف ان هو هيحط الميدة بتاعته ازاي. ممكن اكبر ده بس شوية، انا شايفه صغير، اخليها 175 واخدها هاتش ايه اديها ال ماتش بروباريتيز، اديها ادي خصائصها لايه لده وسيف. تمام خلاص، يبقى احنا كده عملنا الايه الاستراكشر سيستم بتاع الجريد بيمز. هنا باخد برضو ميدا تقفل هنا الكور من تحت. احنا برضو ممكن عشان السيمترية اخد دي او اديها هنا، ما فيش اكتر من السيمترية يعني، ما فيش عندي حيطان هنا. واروح برضو من الملف القديم ده اجيب الايه السلاب اون جريد كوبي وسبيس بوينت. طبعا في المباني كده السكنية الصغيرة والحاجات دهيت بناخد السلاب اون جريد سمكها 10 سنتي و5×8 في المتر رينفورسمنت بتاعها مش، عشان الكراكس والحاجات دهيت، وبرضو يعني بيساعد في تقليل الهبوط شوية، وكفاية قوي سمك سلاب اون جريد 10 سنتي.
اخدها احطها في الايه، في الرسم بتاعي هنا، بس عشان استغل استغلها بدل ما اقعد ارسم تاني سلاب اون جريد انديكيشن بتاعها. ممكن بقى اخدها وبحطها كده في كذا مكان. خلاص وضحت كده الصورة. يبقى ده كده الجريد بيم بلان. عملت انا الاستراكشر سيستم بتاع الجريد بيمز. طيب اعمل بقى السيستم بتاع الايه، طبعا ده الفيرست فلور وده الجراوند فلور. اعمل بقى الاستراكشر سيستم بتاع الايه، السقف. ممكن استفيد باللي انا عملته هنا واجي واخد ده كده كوبي واكتب عليه ايه، اغير التكست اقول ايه، استفيد بيه كتابة الجراوند فلور كفرنج سلاب بلان. تمام. ممكن حتى اصغر الايه الكتابة دي شوية، خدها 0.7 سكيل وامد ده كده. طبعا الاكسات ما اتنقلتش معايا لان انا كنت طافي حاجة في الاكسات اللي هو ده عشان ما يحصلش فيها اي موديفاي. اعمل لها حاجة زي الفريز كده. اعمل لها لوك اهي، افتحها. في حاجة برضو هنا مطفية، افتحها. ممكن بمنتهى السهولة كده اجي ايه واخدها كوبي كده كده من نقطة كده ثابتة. لا دي نقطة مش ثابتة، معلش خدهم تاني. كده ايه، اعمل سناب عليها واجي ايه حطيتها كده اهو. الاحظ ان ده هنا البعد ده مش معمول بطريقة مظبوطة، كبره ماتش بروباليتيز من حاجة شبهه. تمام. واجي ايه اطير بقى الحاجات اللي انا مش هستخدمها في معايا في الشغل ده. ده بقى مكان السلم والحاجات اللي زي كده. طبعا ده مش هيبان معايا، ودول اشيلهم ودول اشيلهم. خلاص السلم ده كان دوره تحت. اروح بقى اجيب من المعماري الحدود بتاعت الفتحة دي. الفتحة دي موجودة في سقف الدور الأرضي. أخد من ده كده أخد هنا كده على نقطة ثابتة أحطها هنا. تمام. اجيب ده على وش الفتحة. ممكن اخد دي كده الفتحة دي العلامة بتاعتها زي دي. طبعا الادجات بتاعت البلاطة باخدها ايه بالليرز بتاعت البيم. تمام تمام طبعا السلم بيجي هنا بيعدي، معماري عامله بيعدي في قلب الفتحة دي. تمام. ويطلع كده فوق. انا هاخد بس كده كم حتة من هنا وبعمل ايه كاتنج لاين. باخد النقط على فكرة، الخط الستريت ده بتاع وش الرخام، وش الدرجة الرخام.
ناخد الخط التاني وفي اتجاه الطلوع الصعود بتاع السلم كده كده، وده وده وده، واخد وش الايه السلم من هنا كده، واخد احطه ايه كابي في الايه في البلان بتاعي، امد الخطوط دي كده، اقفل وش الشغل بتاعي، ولا يوجد ما يمنع بقى ان انا اجي اعمل خط كده ايه مايل انديكيشن بس للايه للقطع. تمام تمام اظبط الخطوط بتاعتي هنا. ممكن اخد دول كده مع بعض ستريتش، وده كده ده خط ايدج برضو حرف السلم، وده الالزوم بتاع التطبيق من تحت او زاوية السلم من تحت. ايه يعني الزوم دي بلغة الصناعية؟ طبعا ده بيبقى خط ستريت، وده برضو خط ستريت، وده خط ستريت البداية. تمام وده كده وده كده وش الايه السلم، انا هجيبه من هنا اهو عشان اعرف انا هوقف فين. اخد ده كده كوبي، يبقى ده كده وش السلم بتاعي. ممكن ايه اجي افصل هنا الاكس ده كده عشان ما يعكسنيش وانا بشوف الدرجة دي، بعرف الدرجة دي بدايتها فين ونهايتها فين. تمام اجي واخد بقى دول كده، اقفل خطوطي كويس وانا بعمل السيستم، خلاص ده الدرج. طيب طبعا السقف هنا انا هختار السيستم بتاعه هوردي، ليه؟ عشان اولا الكاميرات الساقطة دي حدمان تحت هيبقى شكلها مش لطيف، يعني عندي هنا في القطاع المعماري عاملها طبعا شكل انديكيشن كاميرات ساقطة، انا مش هعملها كاميرات ساقطة، هعملها كاميرات هوردي مدفونة كده بسمك السقف. طبعا هو عامله 20، انا هعمله 32، هنا الاوتوكاد بيسيف اهو هعمله 32. فهاخد الكاميرات هيدن عشان لو هو حب يشيل في المستقبل اي حطام من دهيت يبقى عنده ايه مفيش كاميرا ساقطة. تمام تمام طيب طبعا الفتحة دي عناية طبعا على الايه، يعني ممكن اخد بس كده ايه البلان ده كده استرشادي بسقف الفيرست، اخده بس جنبي عشان اشوف لو في جدران ولا حاجة احط تحتيها ايه. هنا انا عندي هنا جدار هحط تحتيه جسر، هنا انا عرض اخد الجسر ده 80، انا عندي ده 20، يبقى فاضل لي 30 و30، 300 اوفست من هنا واوفست من هنا، اطير دول. ده كده جسر الهوردي بتاعي او الكاميرا بتاعت الهوردي المدفونه. تمام تمام اطير ده بقى كده، يبقى انا جيت هنا الحيطه دي والحيطه دي حطيت تحتيهم جسر هوردي اللي هو ده كده، وهاخد طبعا تحت دول كده جسر هنا حتى عشان يمسك العمود ده في الباكلينج في مستوى الدور ده هوت، ويبقى تحت الحيطة دي تحتها جسر فاستفيد من دول برضو. جسر 80 من الاول للاخر، اطير بقى دول بيسيف برضو الاوتوكاد هنا على حسب السيف اللي انا ظبطه عليه. اخد ده كده
وده كده اطير دول منهمش لازمة بقى، انا جايبهم من الميد من تحت. تمام، عندي حيطان تانية، اعمل اول منطقة السلم دي اشيلها كويس. طبعا الفتحات بيبقى حوالينها ايه، ممكن اخد كده واخد ده جسر 60 واخد ده برضو كده اوفست 60. ابقى انا حوطت الفتحة دي بجسور او بكمرات يعني مدفونة. طيب اخد ده برضو كده هنا عشان اشيل جنب السلم هنا والكمرة اللي جاية بالعرض دي، اخدها مثلا 80 800 اوفست، يبقى دي كده جسر. واخد هنا جسر زي ده كده برضو، جسر او كمرة مدفونة حسب المسميات اللي انتوا بتسموا فيها في بلادكم. موف اجيبه على الوش كده، وهنا اعمل كمرة بداية تشيل السلم الحديد ده كده بتاع السلم هنا كده وكده وكده، اعمل كمرة بداية يبقى اوفست كمرة 400 مثلا. والحاجات دي كلها بشيك عليها بعد كده في الموديل بتاع الاتاب. احط بقى الابعاد بتاعتي، الابعاد بتاعت المخدات او الجسور بتاعت الهوردي، ممكن برضو استعين بالابعاد اللي انا كنت حاططها هنا. هلاحظ هنا لما فتحت اللير بتاعت الهاتش نزلت معايا في الايه، في مكانها، اطيرها ملهاش لازمة، او بطفي واعمل موف للرسمة. اي حاجة بقدر اعدلها في الاوتوكاد زي ما قلنا في التكلة، والريفت كمان التعديل فيه سهل جدا. هنا برضو ممكن اكتب ايه، اقول له ان ده كده اخد بس حاجة اكتب بيها، بعد كده بظبط السكيل والفونت وكل حاجة. اقول له هنا ايه، ستير ديولز، يعني اشير السلم بادي السلم. اصغرها بقى مثلا اخليها 0.3 واحطها هنا كده، واخد دي كده عشان ما يبقاش المشاورة دي تقيلة. هنا برضو امسح الهاتش ده اللي جالي ان انا ما فتحت اللير، طيره كده كله بسرعة، او بطفي اللير دي وبعد كده بفتحها واعمل لها امسحها يعني بس خلاص. تمام، طيب اخد بس لير كده من الخفاف كده عشان اكمل الابعاد دي. ده جسر 400، هوردي مدفون، وده 60 وده 60 وده 60 وده احنا ايه 80. طيب ايه هنا برضو انا عندي حيطة احط تحتها جسر 800 اوفست 800، واشد الجسر ده من الاول للاخر، امسح بقى الخطين بتوع المية دول. انا بس بستغل الايه، بدل ما اقعد اعيد الرسم تاني سحبت الرسم تحت من المية. تمام، برضو ده خليه دلوقتي. يفضل لي هنا الحيطان اللي ما تحتهاش جسور، ده وده ده انا عندي واحدة فيه اهو، اخد برضو اوفست 300 عشان يبقى عرض الجسر 80 كده وكده. اخد بس وش الحمام كده، ده وده ده حمام طبعا، تواليت هسقطه، وده تواليت هاخد باخد الوش عشان اعمل اوفست لبره يبقى السقوط ايه
من النضيف من جوه، اخد كده الخطين دول معايا احطهم كوبي كده على حب من مكان ثابت معروف زي ده كده. تمام، دول خطين جيم مع بعض، اعمل لهم اكسبلود المعمارك كده. تمام، هنا بقى عندي حاجة من اتنين، يا اما اخد الجسر ده كده واخد ده صغير عليه، يا اما اخد ده كده برضو عرضه 80 800 هنا واخد ده عليه. انا فضلت هنا ان انا ارمي الجسر ده على الكونتينوس ده، تمام، بدل ما يبقى ده متحمل على الايه، على السيمبل. وهنا ده كده ممكن اخده برضو بالعرض، مفيش مشكلة، اكمل خطوتي للاخر. طب الكاميرا دي عليها قساوة جامدة قوي، ممكن اخد ده كده واخد ال800 كده، يعني انا بحط السيستم زي ما انا عايز. وايه وانا بقى بعمل الاستراكشر اناليسس اظبط اموري. تمام، اخد ده كده واقول له هنا اوفسيتس 400 جسر صغنن، يبقى انا عندي الحمام نضيف كده، ده ساقط. وهنا طبعا ده هيبقى ايه، كاميرا، دي الكاميرا الرئيسية اللي ماسكة ما بين العمودين، ودي ايه، كاميرا سكندري عليه، يبقى دي طريقة ودي ايه، طريقة. خلي اللي هنا كونتينوس، تمام، يبقى دي طريقة ودي ايه، طريقة. يا اما اخد ده كده رئيسي ودي حته ثانويه عليه صغننه، يا اما اخد ده رئيسي ودي حته ايه عليه ايه صغننه. اخد هنا اف اوفست 400 عشان المخده التانيه بتاعت الحمام كده كده. خلاص، الحمام طبعا بيبقى بلاطه سوليد، مينفعش الحمام يتعمل هوردي عشان ما يرشحش ميه كخطوط ديفنس، مع ان انا بعمل عزل. اخد ده كده واقول له ميرور، تمام. اروح بقى من الليير اللي جبتها من هناك اللي هو اللي كان اسمها ايه، رينفورسمنت لاين ده، اخد ماتش بروبارتيز كده وايه، لان طبعا السقف ده بيبقى هوردي والاماكن الحمامات بس ايه اللي هي الويت اريا بتبقى ايه، سوليد سلاب دروب. اعمل هاتش بقى كده الحمامات عشان ابينها لوحدها. اوسع مسافات الهاتش شوية، السكيل بتاعه ريفيو مناسب كده. ممكن برضو احط تسليحة بالمرة، طبعا مفيش توب وبوتوم، ممكن 6 على 6 12. دايما اتوصوا بتصليح الحمامات، يعني ما تخلوهوش 10، على اساس ان هو الحمامات انتوا عارفين بتتعرض لرشح يعني في المستقبل وكده، لو العزل ضعف او حاجة او مع الزمن، يبقى برضو ايه قطر ال10 ضعيف، نخليها 12 عشان تبقى الايه، إيه لو الحديد صدى ولا حاجة يبقى ال12 كأنه 10 يعني. طيب سمك البلاطة الحمام ده هاخده 15 سنتي، ممكن اجيبه من الحاجات الجاهزة اللي عندي هنا، واجيب التخانة الهوردي معايا بالمرة،
اخدها بقى ايه، احطها في الرسمة التانية، استفيد بس من المشاريع القديمة اللي انا عاملها، احطها بيست هنا. اخد بقى الـ15 دي، يعني دي انديكيشن بلاطة 15 سنتي، احطه هنا واخدها كوبي كده هنا، واخد الايه برضو البلاطة الـ32 دي بتاعت الهوردي اللي هي بتبقى بلوك 25، اكبر دي كده شوية 1.2 ولا حاجة، بتبقى بلاطة 25 سنتي بلوكة و7 سنتي ايه سوليد سلاب فوق الهوردي. اخدها كده ايه، احطها بقدر الامكان هنا عشان ابين سماكة البلاطات للناس اللي بتشتغل، او ممكن اكتب ملحوظة كده في اللوحة اقول له ان سمك بلاطات الهوردي ايه 32 سنتي. تمام. عندي دولونا كده ايه، طبعا كانوا ظاهرين منقطين عشان الليرز لا يمنع ان انا اخد بعد هنا اهو. ماتش بروباريتس تاني، احط خصائص ده اديها لده، اكمل دول هنا. الاحظ برضو العمود ده هنا مش واخد ليرز الاحمده، اديها لهم اديها له. تمام خلاص، امسح دي كده. تمام انا كده عملت الايه السيستم بتاع السقف، فاضل احط اتجاهات الاعصاب. عندي هنا البلاطه كان في كام تقريبا، حتى النضيف 5 وشويه في 35، اخد كده في اتجاه القصير عصب ده كده، الخط ده اتجاه الاعصاب ار اللي هي رب يعني. نعمل لها روتيت كده، اخد عصب في الاتجاه ده وعصب في الاتجاه ده وكده وكده وكده، هنا الف واخده في الاتجاه القصير كده، كوبي كده، وهنا برضو اخده في الاتجاه القصير، ممكن اصغره شوية عشان يبقى مناسب للايه للباكية اللي انا حطيته فيها. طبعا المنطقة اللي هي بتاعت ال، وده اخده كده بالعرض وهنا كده، المنطقة بتاعت الحمامات دي انا بس ممكن اعمل ده كده بالسكيل، اخده 0.5، وده برضو اعمل له روتيت كده، ممكن اصغره مثلا 0.7. طبعا باجي احط الاعصاب ما بين المخدات او الجسور بتاعت الغردي، واخد ده كده برضو احطه في الحتة الفاضية ما بين دول، ولو ان الحاجات الصغيرة دي ما بيعرفوش يحطوا فيها بلوك بيصبوها كده ايه مع ال، بيعملوها صورة بلاطة صورة كده ويصلحوها تسليح خفيف علوي وسفلي. ربنا حطيت اتجاهات الايه العصب في اتجاه، دايما احط العصب في اتجاه القصير. تمام. عندي هنا نضيف، طالما البحر زاد عن 5 متر باخد حاجة اسمها كروس ريب، بحطه في نص البحر كده، بديه طبعا انديكيشن للناس اللي شغالة. ده ممكن اخد الكروس ريب كده زي ده كده واحطه كده خط النقط عشان يبقى ايه باين. ممكن اكبر السكيل بتاعه شوية بحيث يبقى واضح، مسافات ما بين الخطوط واضحة.
عندي خط مثلا قفلت انساه، نسيت ان انا اقفله احطه. اجي واخد دول كده اعمل لهم ايه ميرور هناك، واخد هنا كلمة كلمة احط ان ابين ان اكتب له ايه انديكيشن كده سي كروس ريب، وبعرف الحاجات دي بعد كده في الليجنز او في الجدول بتاع التسليح. طبعا ما هخرج لكم المشروع للاخر، اكبروها كده شوية عشان تبقى باينة. الحاجات دي تنسيق اللوح دي بعنين المهندس كده، كروس ريب وكروس ريب. دايما لما يبقى عندي بحر البلاط الهردي بيزيد عن 5 متر باخد كروس ريب في النص عشان يمنع اللاترال باكلينج ما بين الاعصاب ويقلل الديفليكشن. طبعا هنا البلاطة بتبقى 32، اخد عرض المخدات دي برضو بالمرة احطه عشان ما نساهوش. العرض ده برضو اخده واخد عرض دي وعرض دي. تمام، ادي بس الخصائص كده الايه، ممكن نصغر ده كده الكتابة بتاعتها شوية مفيش مشكلة، خليها مثلا 150 عشان تبقى مناسبة. عملية تنسيقية مفيش أكتر. تمام، يبقى أنا كده حطيت الإيه السيستم بتاع سقف الدور، الكفرنج للدور الأرضي اللي هو سقف الإيه الفريمنج بتاع الأول علوي أو سقف الإيه بلاطة الدور الأرضي. طيب هنا بس الحتة دي كده أنا بيبقى عندي هنا بلاطة الحمام، أخد بس كده عشان أعمل إسقاط. البلاطة بتاعت ال 32 هي كبيرة كويس، وده طبعا الجسر اهو كده مثلا، ودي فباجي هنا الدروب ده كده بتبقى البلاطه دي، ادي السمك ال 15 ودي السمك ال 32. والسقوط ده ليه؟ عشان لما اجي امشي الايه الصرف اعرف ادفنه. تمام، واكتب له ملحوظه في اللوح ان البلاطات المهشره دي تكون ساقطه على مستوى السقف، ممكن ارسم فيها قطاع ما فيش اي مشكله خالص. يبقى انا كده حطيت السيستم بتاع الايه السقف. طيب امزح ده بقى كده، انا كنت جايبه عشان اخد منه اماكن الحيطان واحط تحتيها جريد بيمز واعمل بورجن الملفات بتاعتي اهو، بينظف يشيل الخطوط اللي اتمسحت واللي ملهاش لازمه، بيبقى تقيل شويه الامر ده على الجهاز اهو، لسه بيعمل بورج اهو. طب انا هقفل وارجع لكم تاني، اقول له برج اول عشان يطير لي الملفات اللي هي الايه الخطوط اللي اتمسحت والخطوط اللي ملهاش لازمه، البرج نست اي تيمز الحاجات المخفيه وكله يمسح لي الايه. تمام، ارجع للملف بتاعي تاني الاوتوكاد، اقفل ده بقى اللي كنت باخد منه الحاجات بتاع الشغل القديم، وخليني في الايه في الملف بتاعي. خلاص اخد ده بقى كده كوبي واعمل ده ايه الفيرست فلور، فلور كفرنج سلاب بلان، او ممكن اسميه ايه الروف فريمنج حسب ما انتوا بتحبوا تسموه. سمي ده الفيرست فلور فريمنج بلان اللي هو يعني ارضيه سقف الايه الاول علوي. هنا ما عنديش غير الايه، طبعا ده تيرس مفتوح ومغطيه كده ببرجولة خشب للظل، فطبعا حدود السقف عندي هتبقى ماشية الوش الاكس هنا والوش الاكس هنا. طبعا انا هنا بقى طبعا في السطح ما عنديش حمامات هطير الكلام ده كله،
ديليت ادلت هنا في الحالة دي ممكن اجي اخد ايه كاميرا عرضها 20 سنتي تعتب على الايه على الحيطان دي هنا وهنا خلاص. يبقى انا ايه اخد دي كده واخش على وش الاكس موف واقول له موف اطير ده بقى كده واطير ده واطير ده واطير ده وده كده واخد هنا اوفست 200 وهنا خد للاكس. طيب ماشي ما لقطتش انا ما فيش مشكلة امسح ده كده ودي خصائص داخل ده برضو ماسك في الاكس ماشي واخد الخط ده كده من هنا لهنا طبعا ده بقى فراغ احطه بس كده مجرد انديكيشن للناس الايه اللي شغالة ممكن اخد لونه زي ده ارد بقى بالكاميرا دي ورا خلاص ما عادش ليها عايزة ان هي تبقى لان طبعا ده بقى فراغ نفس الكلام بقى هنا اوفست 200 اطير ده واطير ده كل الحاجات بقى اللي ملهاش لازمه ده انا هرجع بيه لورا هنا لغايه الوش ده انا والله دايما بشرح لكم كأن انا اللي بشتغل باخد ده كده 200 لعرض الكاميرا هنا اجي على وش العمود كده واجي واخد خصائص مثلا الكاميرا دي الخط اديل ده وده تمام ارد ده كده ورا تمام. طيب تمام برضو ادي انديكيشن ان دي فاتحه او يعني عشان تبقى الناس عارفه ان السقف حدوده هنا تمام. ودي دي خصائص هل دي ماتش بروبرتيز. طيب اجي بقى ايه اشوف السلم بتاعي طبعا الفتحه دي هنا في السطح لما اجي ابص مش موجوده يبقى الفتحة دي كده زي بانوراما بس ايه ما بين الارض وما بين الاول يبقى اشيل كل الكلام ده بقى خلاص واجيب بقى السلم ده كده ميرور دول موجودين اخد دول كده بيسيف اهو اصبر عليه شوية السلم ده طالع للملحق فوق لاخر دور احط كده ميرور تمام واخد الكاميرا دي كده زي اختها هنا تماثل تام طيب ده برضو لا يوجد ما يمنع ان انا اخده كده ودول ارجع بالخطوط دي كده مظبط السيستم بتاعي
طيب واخد ده كده، البلاطة الهوردي دي كده ماشيها هنا. وده برضو اخده هنا كابي في اتجاه القصير اهو، باخد اتجاه الاعصاب. طيب انا عندي هنا البلاطة دي كام في كام؟ انا طبعا مش مفيش داعي ان انا احط اي جسور في النص هنا، لان انا عندي سطح فاضي. خلاص هاخد اتجاه الاعصاب كده اهو، هنا وهنا في اتجاه القصير، يعني الفرق حتى 10 مش مشكلة، بس هنا هيبقى على السمبل بيم، اخده على الكونتينوس احسن، فرق 10 سنتي يعني مش باين. واخد ده كابي كده كده، واجي هنا كده على النص واعمل الانديكيشن بتاع الكروس ريب. يبقى احنا قلنا الكروس ريب ده فايدته ان انا بقلل الديفليكشن وبمنع اللاترال باكلينج ما بين الاعصاب نتيجة الطول الكبير بتاعها. اجي واخد ده كده من هنا ماتش بروباريتيز على دول، واخد كلمة الكروس ريب من هنا استفيد بيها بدل ما اقعد كل شوية اكتب هنا اهو روتيت. تمام، احط بقى الانديكيشن بتاع تسليح السلم ده كده، اخد علامة التسليح دي خط التسليح، وطبعا ده زيه بيبقى هنا ميرور. ارجع بالخط ده كده على خط القطع الوهمي بتاع السلم. تمام، اخد بقى الكتابة اللي هناك دي كده الجاهزة، احطها هنا واخدها هنا واعمل لها روتيت. ممكن اصغر الكتابة دي شوية 0.85، دي شكلها مناسب. بلاطة السلم دي كده من غير تصميم مش هتزيد عن 20 سنتي، والتسليح اللي انا حاطه معقول قوي، يعني تسليح تصميم السلم سهل جدا يعني مش محتاج، بس يعني من الواحد من كتر ما عمل سلم بيعرف يسيفه. تمام، اجي واخد دي كده بقى معايا فوق، دايما لما اجي انقل ما بين بنات كده اشوف نقطة ثابتة سناب بوينت كده واحطها على خطها تحت. طبعا هنا القلبتين ظهروا معايا، باجي واخد ده كده ميرور اهي، اجيب ده يعني يعني ده بوتوم وده توب. تمام، خلصت انا الايه السيستم بتاع الايه الفيرست فلور كفرنج سلاب بلان. خلاص حطيت الاستراكشر سيستم بتاعي اهو، طبعا السطح فاضي هنا خالص، معلوش حمامات ولا تنفع، ما عنديش بلاطات ساقطه الا جسور بس رئيسيه كده تمسك الايه السيستم مع بعضه. طيب هنا بقى الاعمده دي ملهاش لازمه، العمدان دي هتقف لغاية ما نصوب السقف. اشيلها، انا واقفة لغاية سقف الدور الارضي ده، ترس مفتوح
اشيلها برضو ملهاش لازمة. اظبطها كده، مشيها بولر فيرتيكال، واقفل خطوطي مع بعض، واجيب مثلا العلامة دي هنا، تمام. نفس الكلام هنا، ده كده وده كده، تمام. ممكن اجي اقفل دول كده مع بعض، وده كده اهو، اعلم عليه وامسك الجريبس كده بتاعت الاوتوكاد، ممكن اعمل ده بقى ايه بخط خفيف كده عشان ميبقاش تقيل كده زي الكاميرات. تمام، ده بس كده ايه انديكيشن بنهاية السطح، ان ده سطح، لان هو انا لو جيت بصيت هنا في السكشن المعماري عامله، عامل الهاندريل ده إيه على كاميرا، على هو طبعا عامله على مباني، ما ينفعش بيبقى هنا كاميرا مقلوبة عشان الترس ده لما يجي يتعزل، ان ده ترس مكشوف بيتعزل زي السطح، ما يبقاش فيه تسرب للمية من هنا، فانا هعمل دي كاميرا مقلوبة ايه خرسانة. فاجي هنا بس اكتب له كده ايه، احول بقى الخط ده كده لدوتت، شفت لطش في ال، ماشي لطش فيه وانا بعمل ماتش بروبرتيز. طيب اعمل بس ده كده انديكيشن لخط دوتت، عشان دي وانا باصص من تحت في الاسقاط المصري بيبقى الخط ده انا شايفه الايدج ده ستريت، وده دوتت اللي جوه، ده الاسقاط المصري، الاسقاط الامريكي عكسه، ببص من فوق، تمام. فببص من فوق اشوف الاتنين دول ستريت حسب نوع الاسقاط اللي انتوا بتشتغلوا، مفيش اي مشكلة. الاسقاط الامريكي بيبص من فوق دايما، الاسقاط المصري في الانشائي بيقطع من تحت ويبص فوق. دول خطين على بعض، ايه الغي واحد فيهم وامشي واحد، وممكن اجي اكتب برضو ايه اقول له دي كده ايه، عشان يبقى الناس اللي بتشتغل عارفة ان دي ايه، اقول له inverted beam. ممكن بعد كده بعمل قطع هنا، ما فيش مشكلة. الانفيرتد بيم دي بتبقى على سقف الدور الارضي زي ما هو كده باين في القطاع المعماري السكشن، ادي سقف الدور الارضي، الكاميرا دي عندي دروب طلع منها بس كاميرا ايه مقلوبة، باخد ارتفاعها من المعماري، هتبقى ارتفاعها 40 سنتي، وده الهاند ريل ايه بيعمله ازاز او حديد او حاجة حسب ما المعماري بيعمله، وبتبقى فرصة ان الهاند ريل ده يثبت في الكاميرا الخرسانة دي، بيدخلوا بقى هنا كده مثلا رباط في الحديد وحاجات زي كده، ماشي، بيلحموا في الحديد وحاجات زي كده. طيب خلاص تمام، حطينا احنا السيستم بتاع الايه الدور الارضي. اخد ده كده كوبي، يسيف برضه اهو معايا تحت، كوبي كوبي كده، واكتب ده الروف ايه فريمينج، الروف كفرنج سلاب، او الابر روف فريمينج،
حسب التسمية اللي انتوا بتشتغلوا بيها. هنا بقى انا مش هحتاج حاجة، انا عندي هنا في الروف بس يا دوبك الايه البلاطة بتاعت بيت الدرج دي، سقف الدرج من هنا. انا هاخد بقى حدود الدرج كده من فوق هنا على حاجة ثابتة، الاكس اللي في النص ده كده مثلا. هنا انا ما عنديش حاجة اشيل بيها الحتة دي، فهضطر ايه اسفة ان انا اخد هنا عمود ايه مزروع عشان اشيل بيه الزاوية بتاعت بيت الدرج هنا. اخد ده بس كده واعمله روتيت، اخده هنا في الزاوية، هيبقى مزروع المخدة اللي زي دي تحت. انا دايما ما بلجأش في الزراعة غير في الروف بس، ما بحبش اخد عمود مزروع يطلع طرين تلاتة اربعة غلط ملوش عمر. الحاجات دي انا شايفها كبيرة شوية، ممكن ابقى اصغرها كده. طيب انا عندي بقى في الروف ده حدوده السقف خلاص، يبقى طاير ده كده. اخد بس ده كده هنا، لو عايز اسيب له بس الخط ده مجرد انديكيشن. شفتوا لطش في الاكس ازاي، باخد بالي دايما وانا بشتغل. اشيل بقى كلمة الفيرتد بيم دي، اخلي بس الحدود الخارجية معايا مجرد ايه انديكيشن، حتى في خط هنا ملوش لازمة اطيره. نفس الكلام هنا، شوف هنا خط عايز يجي للاخر مفيش مشكلة خالص، اطير ده كده وده كده، اجي واخد الخط الدوت ده. ده بس مجرد انديكيشن يعني ان حدود السطح اللي تحتيه، او لو عايز اشيلها خالص اشيلها مفيش مشكلة. انا بقى مش محتاج كل ده فوق في سقف الروف، طير ده برضو وده، كل الحاجات اللي ملهاش لازمة دي، والعمود ده خلاص انا مش عايزه. انا بس هستفيد من الخطوط دي، اوفست 200 دي حدود درود السطح يا جماعه. تمام، ومدي ده هنا ومدي ده هنا، اشيل ده خلاص ما عادش ليه لازمه. ده برضو ما عادش ليه لازمة، وده وده وده، واجي واخد الايه دول كده مع بعض واشيل الاعمدة دي بقى خلاص، واكمل الخطوط دي كده مع بعض. ممكن بقى باوامر اكستند باي اوامر في الاوتوكاد، الاوتوكاد زي ما احنا قلنا امره سهل يعني، وفيديوهات كتير على النت، ولو حد ليه اي سؤال فيه برضو يكتب لي، وانا بحب ارد على الاسئله وبرحب بيها جدا. وبرضو ما زلت بفكركم، انا منتظر قبل ما اعمل التكلا كونكريت يجي فيه اسئله في التكلا ستيل عشان اعمل محاضره كده اللي انا هشرح فيها التراس في التكلا، يبقى فيها ايه بعض ردود الاسئله على الايه على التكلا ستيل قبل ما اعمل بقى محاضرات تكلا كونكريت تبقى منشات خرسانيه ايه لوحدها. اشيل ده اشيل ده برضو خلاص، السلم انتهى معايا، هيبقى سقف كفرنج ليه. اشيل الحاجات دي كلها، كل ده خلاص. طبعا ده بيتقفل خلاص ما عادش فاتحة، بتغطي بقى سقف المصعد من فوق عشان المطر وكده، وده كده خلاص
غير العمود ده، غير العمود ده، اقفل بس خطوط الشغل بتاعتي. الحاجات دي سهله تقدروا تعملوها انتوا. تمام. طيب اجيب بس الخط ده كده ماتش بروبارتيز، احطه على ده. انا في الاوتوكاد بشتغل على حد معرفتي، انا بشتغل اوتوكاد 2D، ما بشتغلش 3D غير في الريفت والتكلة. ده بس كده ان ده حدود السطح دروة. اشوف كده المعماري عامل الدروة دي ايه، عاملها كاميرا مقلوبة، برضو كاميرا مقلوبة، ارتفاعها كام؟ 70 يعني. هو انت ممكن تعمل كاميرا مقلوبة 35 ولا 40 وتاخد الباقي ده مباني، بس المباني دي بتبقى ضعيفة بتحتاج طابانة فوقيها، فاخدها كلها كاميرا مقلوبة 70 وخلاص. تمام. يبقى اعمل نفس ما عملت تحت، ده ياخد دوتد ودي الانفيرتد بيم بتاعت السطح اهي. طبعا الخط ده جاي مع الاكس، ممكن اجي ايه اقطع الاكس ده هنا كده، انا عايز امسك الاكس. ده قطع الخط. طيب اعملها بطريقة ثانية، احطه ايه هنا عشان ما يبوظليش المنظر ده. امسك ده كده، ادي الخصائص ده، ده ستريت تمام، ودي برضه اقول له ايه دي الحاجات دي بقى بتبين في السكشن. اخد الانفرتد بيم دي كده هنا، اكتفي بيها كده في مكانين على اساس الناس اللي شغاله ناس فاهمه، او في مهندس في الموقع بايه بيبين له. اخد الخط ده كده، تمام، اوفست 200، كاميرات بتاعت الحدود بتاعتي اهي. طبعا بيت الدرج ده انا ممكن باخد البلاطه بتاعته ايه سوليد، او ممكن اخد الهوردي واخد بس بلاطه المصعد دي هي اللي ايه اللي سوليد، عشان طبعا دي ساعات في المصاعد الكلاسيكيه القديمه بيتعلق فيها الهوك بتاع المصعد، بيتعلق في البلاطة دي الهوك اللي شايل البكرة والحاجات دهيت. ادي بس خصائص الخط الرينفورسمنت لاين ده للاتنين دول، فرش وغطا، وممكن اخد دي ايه هوردي بقى، اخد خط كده خط كده. هو الهوردي ميزته ان هو بيعزل الصوت والحرارة كويس عن ال، اخد مثلا دي كسور صغننة كلها 400 كده كده، ماتش بروبرتيز دي ايه للمخدات دي كده او جسور الهوردي. تمام، خلصت انا السيستم بتاع سقف الايه الملحق. اخد دي كده 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 في الاتجاهات القصيرة كده. تمام، واخد كده ال 32 دي معايا من تحت، 2 3، ممكن اصغرها هنا شوية، كل مهندس وعينيه
والطريقة اللي بيحب يخرج بيها لوحه. تمام، انا بحب اخد البلاطة بتاعت سقف الاسانسير دي، يعني سمكها يكون محترم، يعني ممكن ناخدها هنا 15، تقلوها شوية، لان دي بلاطة صغيرة بس ايه تعلق فيها واير ومصعد، وممكن تاخدوها 20 كمان او 18. تمام، واخد تسليحها برضو محترم. ما بخلش في البلاطات اللي زي دي ابدا، ان دي بلاطة شايلة واير بتاع مصعد، المصاعد دي بتبقى تقيلة. ما يمنع ان انا اتوسط بالبلاطات دي وتسليحها حتى لو زيادة شوية مش مشكلة. 0.7 اصغر ده. تمام، يبقى انا كده خلصت السيستم بتاع الروف سلاب كفرنج سلاب والفيرست فلور كفرنج سلاب والجراوند فلور كفرنج سلاب والسيستم بتاع الايه الجريد بيمز. تمام، اخد بس دول كده. احطهم ايه تحت على نقطة ثابتة كده. واجي كاتب عليهم ايه بلانتد كولوم، ده عمود ايه مزروع. نصيحة، ما تلقوش العمدان المزروعة دي غير في أضيق الحدود، وتكون في ملحق ولا ايه في حاجة خايبة، يعني ما تعملش عمود مزروع من الأرضي لغاية آخر دور أو شايل دورين، أنا ما بحبش كده. planted column ممكن أصغرها شوية، scale 0.7 وأخدها هنا برضه، اكتب على ده ان هو بلانتد عشان الناس تبقى عارفه، لو سرحت في اللوحه اللي تحت ما تسرحش، لو سرحت في اللوحه اللي فوق ما تسرحش في اللي تحت. خلاص انا كده خلصت الايه الاستراكشر سيستم بتاع المبنى، وجاهز ان انا ادخل الموديل على الايه على الاي تاب. طبعا نكتفي بالقدر ده، المحاضره دي طويله بس انا ايه انا عشان خاطر عينكم بصبر ان انا ايه اشرح لكم باستفاضه. يعني انا طبعا واحد من الناس بعتز وبقدر جدا زملائي المهندسين وبحب افيدهم بقدر الامكان، بس انتوا ادعوا لي ان ايه ربنا دايما يوفقني ويديني الصحه ويشفيني من المرض اللي عندي يعني. فاحنا كده خلصنا الاستراكشر سيستم بتاع المبنى كله، جريد بيمز، بلاطه الارضي، بلاطه الاول، البلاطه الصغيره بتاعت الملحق اللي مغطيه بيت الايه الدرج. اجي احط هنا برضو الابعاد دي مفيش مشكله. يبقى احنا كده المره الجايه ان شاء الله نخش على طول نحمل الايه نحمل الايتاب، نحط شويه الابعاد دي كده الناقصه مفيش مشكله، نخش ان شاء الله المره الجايه نعمل الموديل بتاع الايتاب على طول. انا اجيب البعد الصغنن ده من حاجه شبهه، انا كبرته وصغرته تاني، او ممكن اعمل اندو. موضوع بسيط جدا وسهل زي ما انتم شايفين، تصميم انشائي سهل جدا، انا مش عايز بس اقول لكم ان هو هيف عشان ما تستهتروش بيه. تمام، ولو انا شاكك في المعماري في الحته دي ان المفروض الكاميرات دي تمشي على وش بعض، بس مش مشكله دي حاجات صغيره معالجها احنا في موديل الايتاب. خلاص خلصنا الاستراكشر سيستم بتاع الفيلا الصغيره دي، فيلا ارضي واول وسقف في الملحق كده صغير بالدرج. انضف الملف بتاعي طبعا لان انا هحمله لكم على لينك في الميديا فير، وهحطه تحت ايه الكومنتات بتاعت اليوتيوب. ونكتفي بهذا القدر ان شاء الله، ونكمل بقى المحاضرة الجاية لايه الموديل بتاع الايتاب، ونعمله ستراكشر اناليسس وتصميم وكده، وناخد النتائج نحطها في جداول الاوتوكاد
ونخرج لوح الفيلا دي زي ما عملنا في الايه في المبنى الدور الارضي الصغير. كويس. وان شاء الله اتمنى ان انتوا تكونوا بتستفادوا. في هنا بس اكسين منسيين، مسح ولا حاجه، وانا بمسح الخطوط بحط السيستم باخدهم بمنتهى البساطه، ايه احطهم، مفيش مشكله خالص. مسكوا يمكن على نقطة غلط هنا، موف. هنا ماسكين بس في يمكن في حاجة في الاوبجكتس انا بحطهم، ان ده ماسك على العمود هنا ده 40 وهنا دي حته بس 20، ماشي صح، عشان كده جابت الفرق ده. إيه ان شاء الله نتمنى تكون الاستفاده بتحقق، وادعوا لي ان ربنا يشفيني، وان شاء الله اشوفكم المحاضره الجايه على خير، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.